السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد على قناة دكتور كمبيوتر. النهاردة هنتكلم عن طريقة تحميل ملفات أو تطبيقات متجر بلاي أو بلاي ستور على جهاز الكمبيوتر بصيغة الـ EBK بكل سهولة. تمام، طب هوضح لك أكتر مع الشرح أن أنت إزاي تقدر تنزل التطبيقات على جهاز الكمبيوتر عندك في نسخة الـ EBK. وليكن أنا عاوز أنزل أي تطبيق من ده كده بنسخة EBK، وليكن سناب شات مثلا، بروح عليه كده بضغط عليه كلام سليم. بعد ما اضغط عليه باخد الرابط بتاعه فوق، باخد الرابط كابي. تمام، واروح على الموقع اللي معانا. طبعا الروابط كلها هنلاقيها اسفل الفيديو بالديسكريبشن زي ما اتعودنا على قناه دكتور كمبيوتر في فيديوهاتنا، هنلاقي دايما الروابط بتاعه الموقع ده اللي هي اسفل الفيديو. بشكل عام هحط هنا الرابط بتاع السناب شات اللي انا عايز ادونه من البلاي ستور، واقول له جينيريت داونلود لينك، بيجيب لي زي ما احنا شايفين اهو. تمام، وبقول له كليك هير تو داونلود سناب شات اندرويد، هضغط اهو، ضغط، بدأ عملية التحميل زي ما احنا شايفين حوالي 24 ميجا، هينزل بصيغة الـ EBK. تمام، ومين ما اقدر ان انا استغل ملف الـ EBK زي ما انا حابب في اي حاجة انا عاوزها. ده طبعا الناس اللي بتعاني ان هي ما بتقدرش تحمل بطبيعة الحال من البلاي ستور او متجر بلاي نسخ او تطبيقات الـ EBK على الجهاز من متجر بلاي مباشرة. ده كان شرح سريع لطريقة تحميل تطبيقات، خلي بالنا من الصيغه اللي بقولها، تحميل تطبيقات متجر بلاي على جهاز الكمبيوتر. الكلام واضح زي ما الشرح وضح لكم دلوقتي. لو الفيديو عجبك اعمل له لايك، لو عايز تفيد بيه غيرك اعمل له مشاركه، لو مش مشترك معانا على قناه دكتور كمبيوتر اتمنى تكون من المشتركين معانا. ما تنساش تفعل الجرس علشان تتابع جديدنا وعلشان تشجعنا على المزيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.